احتفلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تزامناً مع احتفالات المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان الذي يوافق الذكرى السنوية 70 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث شارك في الاحتفال كبار المسؤولين بالجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على إنفاذ القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام. وفي كلمته بهذه المناسبة أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري النهج الثابت الذي تتبعه البحرين في مراعاة التزامها بكافة أوجه صيانة كرامة وحقوق الإنسان عبر الآليات الوطنية التي وجدت من أجل تكريس مبادئ وحقوق الإنسان. من جانبه قال أمين عام المؤسسة الوطنية الدكتور خليفة بن علي الفاضل إن البحرين تدرك أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان كونها غير قابلة للتجزئة، وقد تم تكريسها في دستور المملكة والتشريعات الوطنية انطلاقا من إيمان القيادة السياسية العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزاماتها بحمايته التي لا تألو جهدا عن صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها. أهمية هذه اليوم كبيرة، ليس لأنها ذكرى السبعين، بس لأن نحن في البحرين ملتزمين بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعزز وتمارس حقوق الإنسان على أرض الواقع في البحرين. نحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نعتبر نفسنا بيت لحقوق الإنسان، لذلك حرصنا في هذا الاحتفالية هاي السنة لأول سنة أن ندعو للاحتفال في بيتنا، نرحب بالجميع وأن ننشر من هذا البيت رسالة محبة وسلام وتعايش للجميع. قمنا اليوم بتدشين استراتيجية جديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترتكز على المبادئ الحديثة لحقوق الإنسان والتي اعتمدتها الكثير من الدول المتقدمة، أهمها تعزيز الحماية البيئية، بالإضافة إلى اهتمامنا أيضا بحقوق الإنسان والتغير المناخي. طبعا نؤكد اليوم أن القطاع الخاص شريك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهذا سينعكس في الاستراتيجية وخطة العمل للأعوام 2019 إلى العام 2021.